مشاهدينا، ينضم إلينا الآن السيد عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة السورية في المعارضة السورية. أهلا بك معنا. استمعت ربما إلى هذا الحديث الذي دار بيننا وبين وزير الخارجية التركي مولود شوشغلو فيما يتعلق بالمعابر وأهمية فتح هذه المعابر وفتح معبر باب الهواء تحديدا. ما الذي وصلكم حتى الآن من معلومات سواء من الدول الداعمة أو المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدات المرتقبة للأماكن المتضررة في شمال سوريا؟ نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. طبعا نحن كحكومة سورية مؤقتة منذ اللحظات الأولى للكارثة قمنا بتشكيل لجنة طوارئ ومشكلة من الدفاع المدني ووحدة تنسيق الدعم والوزارات المعنية، واعتبرنا المنطقة ببيان أن المنطقة منطقة منكوبة لأن الأضرار كبيرة والكارثة كانت كبيرة جدا رغم الإمكانيات الضعيفة للحكومة السورية المؤقتة والمؤسسات العاملة في الداخل السوري. حاولنا قدر الإمكان أن نقوم بتقديم المساعدة لأهلنا من خلال عناصرنا في الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية، وقمنا بمناشدة أهلنا في البداية لتقديم الآليات ولعمليات الإنقاذ لأنه في دمار كامل في بعض المناطق وعلى راسهم هي منطقة جنديرس. طبعا نحن نشدنا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية منذ اللحظات الأولى لتقديم المساعدة لأهلنا في سوريا أسر الكارثة اللي حلت فينا في المحرر، لكن كالعادة كانت الاستجابة ضعيفة جدا وما كان في سرعة بالاستجابة لأنه نحن عم نعيش الموضوع هذا مع المجتمع الدولي إن كان من ناحية العملية السياسية وإن كانت في حالة الكوارث، وقبل حصل معنا كمان في موضوع الكورونا، جائحة الكورونا كمان كانت الاستجابة الإنسانية ضعيفة للأسف، وكذلك بحجة أن المعابر مغلقة من الطرف التركي. طبعا المعابر العاملة تحت إدارة الحكومة السورية المؤقتة هي معابر مفتوحة منذ اليوم الأول، أساسا ما كانت مغلقة ولم يتم التواصل معنا من أي جهة لتقديم المساعدة أو أنه السؤال عن المعابر، رغم مناشدتنا وإصدار بيانات في الإعلام أن المعابر مفتوحة والحكومة السورية المؤقتة بكل كوادرها موجودة لتقديم لتسهيل دخول المساعدات، لكن للأسف ما دخل أي مساعدات سوى بعض المساعدات. ما تفسيركم لذلك طالما أن المبعوث الأممي سيد مصطفى المبعوث الأممي جير بيدرسون إلى سوريا عفوا تحدث عن نعم عن كل ذلك وأراد أيضا طلب الدعم، أيضا سيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تحدث في ذات الإطار ودعا المجتمع الدولي إلى الدعم وبأن هناك مساعدات قادمة من الأمم المتحدة. ما تفسيرك لهذا التأخير حتى الآن في جدولتها؟ يعني الأمم المتحدة كان في عندهم تصريح بهذا الخصوص منذ يومين بأن اللوجستيا غير مهيئ لتقديم المساعدات، وهذا يعني طبعا نحن ما حدا تواصل معنا لا من الأمم المتحدة، نحن تواصلنا مع الدول مع الأمريكان مع الاتحاد الأوروبي مع الإنجليز وشرحنا لوضع المعابر أنه نحن كحكومة سورية مؤقتة مستعدين لتقديم التسهيلات الكاملة لدخول المساعدات، وشكلنا لجنة لإدارة المساعدات من قبل كافة الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وحاليا نحن في معبر باب السلامة أول شحنة وصلتنا حاليا في حاليا بده يدخل بعد قليل من شمال العراق من كردستان العراق قافلة اجت، واليوم نزلت طائرتين من المملكة العربية السعودية لمطار عنتاب وحاليا نحن عم نحاول انه نجيبهم كمان اليوم ان شاء الله حيصلوا هذه المساعدات لأهلنا في سوريا. لكن نحن يعني في البداية طبعا الفرق الإنقاذ والدفاع المدني بحاجة إلى آليات وبحاجة إلى معدات لإنقاذ الناس اللي تضرروا واللي بقوا تحت الأنقاض في تحت المباني لأنه دمار كامل.
لكن دائما هو السباق مع الزمن بهذا الخصوص. التأخير أي تأخير عم بيؤدي إلى زيادة الضحايا، وهذا اللي ما حصل في منطقة جنديرس للأسف. بإمكانياتنا القليلة من خلال ناشدنا أهلنا في سوريا اللي عندهم معدات بحيث أنه يساعدوا، لكن حتى الآن ما في أي تجاوب سوى أنه من أخوتنا القطريين إن شاء الله خلال اليومين بده يكون في قافلة مساعدات، والسعوديين وحاليا من شمال العراق. ونحن من خلالكم ناشد، نرجع من ناشد الدول كلياتها والمنظمات الدولية والإنسانية بحيث أنه المعبر مفتوح، والمعابر معبر الراعي ومعبر باب السلامة لاستقبال كل المساعدات والتسهيل دخولهم وإيصالهم إلى المحتاجين في أهلنا. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة المؤقتة السورية في المعارضة السورية. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لهذه النافذة.